القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 410 من دروس التفسير، الدرس العاشر بعد 104 من دروس التفسير، ولا نزال مع سورة الروم. أكد سورة الروم السجي ماذا ربما نفسر سلايا 46 ألما ذلايا 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ذي اللايا قايث مثلا ربي سبحانه اسم ثايا غيد سيو ثلايا من آياته، آية من آيات الله وجند من جنود الله جل جلاله. الريح أظو، أظو يلها يتضر، ينفع ولكن يتضر. أظو ما يفكث ربي أكن راه ينفع، أكن راه ينفع التجور التلقيح حبوب الطلع، قران علم الإحياء وعلم الطبيعة يستوعبون هذا الكلام جيدا، دورة الرياح في هذا المجال دور كبير لا يستغنى عنه. أظو يسعطاس الفيذاث إموسناون سيميت نادين سيميت قليفن أد سنو السين القدر ربي سبحانه عز وجل. لهو ما رنتوالي سيهنا السين السحاب، سمي بالسحاب لأنه يسحب وثتحيف ضاضو سن قدر ربي أنتوالي سيهنا يلحو يلحو أم بعد فنواما. سبحان الله في كوالا تراجوا دغلين ذي ذي هنا دغلين أمكان وايض هارون الرشيد ذي زمانيس أسمثل الخلافة بسم الله ما شاء الله لو تيريتوار إقليم الخلافة مقر مليح إيوالا أسيهنا سحابة أثلحوا ثبضل ميغ الجيهان دي الله تكمل تكمل فروح نكوثي كوات نسوالي أنصرا جواد سرحي وامان ذاكي يتروح أكينا ثمنا مئات كيلومتر رزافي مثل وامان وثي كوات روح السياغة الزاير ذاكي ذا سيهنا ولاش لهوة أصلحوض 20-30 كيلومتر بعد أمان دلحون بعد شو سيهنا يتمسلي كذا ذو سيهنا يتحدث مع السحابة بكل يقين إنس أمطري حيث شئت فإن خراجك سيأتيني سرح دي وما نندث بغيظ الخير أني لرزقنا دوضا خطر ذيون ذيون تخزان ذيون خوفي برافير لو تيرما خوفي خطر وقين الشتاقي تورا ثوري يغال ضصاشي ثوري يغال ضصاشي زيك ذا خوفي ثورة ضاصة شير نذا فريكان أرب بيستر ما يلو خوفي وقال لي قارن مناجمنت قارن لاجيستي وقارن الإيكونومي الاقتصاد فهذا مسا الزران دور الاقتصاد في إدارة الحياة وفي إدارة الأزمات لكريز
كيف اللي ما غارين زيك بلا ما غرنت الماناجمنت ذو قدرار ذي تدار سانا كوفي مضمون أورن يلا ثمزين اللانت إرذن اللان أرنو ياسا شفيل وشورت الزيت يرنا ميم لي كونديسيون الزيت ماشي مثورة ثورة كون مسنون هاي نزري هاي نسقسا اش قرن الزيت إلى قذيلي يسعى الشروط لي كونديسيون يسعى شروط مشاري لي الزيت يلها هذي ينفع هذي يعيش أكثر مدة الصلاحية أكثر ثورة كون بلاستيك يرنا أي طيج مين كرويال دلعجل بلاستيك الزيت ذي بلاستيك اكسبوزي يطيش حلل وناقش الى يبوال قرنتي مغارن زيك يغال اقلمون صدر ثم سني زال العلم ولا يبضن دا يبض وما زال ولكن ذي العجب هادو غالغال ما تسي مغارن اخو في الا يتشور ارنوياس الزيت يلا إني غمان نغتاز الزرث ثل بيو ها ولاش لاقينا لي برودوي شيمي كلشي بيو ثورا مين حصل سدي تريوك الزمرث النا ذي الموندونتية تسوغون اسقر لقنا غير بيو بيو ايه إني اسم ذياز تفان د القيمة انت فاث ما كيوث وكور طلام تظهر قيمة الأنوار حينما يكتنفك ديجور الظلام ارنو مازال سعى العثيق بلاك دي شادي دي روح ينفقي ينفقى دي تشارثا بورث مرحبا لا سلامة ميديوسا الى الخير ميدني غا هو لاقي ثربثن الدونيس الدونيس ذا لاكول ذا المدرسة اتربي السلم هذا ولكن باش تحفظ ضيون الدرس اتخلص غلاي خطر فيك والميزيرية لها والله غير المحنة غير مليحة مليحة بزاف قرنيش مكل الحيف مكل المحنة ثرنو ذي لا أقل يناسهم ذي زي الهلسة سبويت محنان أما استعرف مستقبلي ثيون الشاعر ناس جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال هكا ماشي المعنى يس باش نقيم دايم ديال الميزيريا ديال الحيف لا لا يلها اللاز لا الحيف وياكل هانياك ولكن موسم سقرو بنادم ماذا يحفظ ام بعد ذي قرز الحياه سي نورمال الا نقاد يعدن ديال الحيف هاك يوم السلام سوره لاباس بهم الحمد لله غايه كاع ولكن حرزن اما تمغارثني اما تمغارني الزرنا شو سوى النعمه أقل هذا قول رمضان ولا شاقور أندى يقوى التبذير ذي الأمة أم رمضان أثايا أدعوذة ولا شاقور أندى يجهد التبذير أم رمضان يا ربي ندوى لا تبذير تبذيرا يا ننظر بالمعدة المعدة شعبان من المعدة رمضان كيف كيف لو كان ثورة ذي رمضان لي كاباسيتي المعده سي مور سي نورمال مي لا لا ذي المعده نشافان ذي المعده رمضان ذي المعده شوال ودقر غير بلاد لا يحسن يحسن ولتي لا بلاد زعما اكستريميست لا لا ثالماس نفغا ثالماس الدليل ذي الشرعيث ذي قبايليس ذي الشرعيث ربي ناد سوره البقره فيرسي الايه 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي غار لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ذي ثقذيليث ثقرنيث ثتسكي ثقرنيث ثلماست ثقيم ذي الخالي باش تدوقسني مذانا أدن دوقس مرات يعني غاك تمسالت سمحتي تعليقي إن شاء الله مرحبا صلى رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم وفقني لصيام أيامه وقيام لياليه وإن شاء الله مرحبا سينفقي الحرمة وإن كانت نكون سينفقي والمشي ننسى ننسى رمضان إلا غالما ثني يردوني
ولكن كوني دين فقاون الدليل لانه قال يوصلنا سكو سعد الناس سكو سو تزومنا راه موتن ولكو اذا لا ندري نسال الله حسن الخاتمه اظو صافي اظو يقيلها ندي وكنا سجنا من بعد فتر الودق الايه اللي الم ترى ان الله يزجي سحابا يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فطر تتم عمليه التلقيح السحابه الحامية الموجب والسحابه الحامية الايجاب العلماء زران شو الى داخل زان لي زوبيراسيون قدران ام الايه دي سان دي سورت فصلت الايه 53 سنريهم اياتنا في الافاق يونيفير وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما بعد شو النتيجة فطر الودق الودق معنى المطر لهو الغيث اسمه الودق وجي من أسماء المطر فطر أسوالي الله ما سجل الله يبارك أسوالي فطر الودق يخرج من خلاله ذاك يا ربي هضرت في الريح إذا ممكن تكلموا على الريح كثيرا باش نلتقي آية من آيات الله سبحانه وتعالى ربي ناد ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ذا الفرح ما هو أظن الله يبارك يتحيف سجنا من بعد دفغ الهواء من بعد أشهدنا ربي سبحانه وليذيقكم من رحمته ليذيقكم أي دغلين ذا عرض كان ينعرض ذا عرض يكون نعم من دونيث ذا نعرض النعم من دونيث ذا نعرض يذيقكم ولكن السعادة الحقيقية ماشي ذا أتنذيهن لا في إترنال في الآخر ذاكي خاطئ ذاكي أبيبري ولا مسال 15 كاميونا الله يبارك ما شاء الله 40 شركات لي بيلون ثم ديف أخذ من تاولة هذاك الشيء من 14 كاميون وديك الشيء مالو نيميرو 15 أن داي لا أون بان واقيلا يخدم السرقيقي ها لا تلقي قانص المنغصات إلا وين السلوغون لهنا لهنا ماشي توتال لا لهنا فلوغ ولكن العبد المؤمن عادي أي غار ينسجم مع القضاء والقدر مرحبا سيدي الشيخ ربي أين ديوسان مرحبا هذا يعيش لهنا في الدونيث إن شاء الله يلهان مليح تمهيدا للسعادة الأبدية في الأرض ولتبتغ من فضله إشارة إلى التجارة إشارة إلى الأسفار نقل البضائع نقل البشر إلى آخره ولعلكم تشكرون ما دي قرأ هاث أهاث أسليم سوق هذا دين الحمد لله نشكر الله وربي ناد وسيجزي الله الشاكرين أغدي فيك نعمة ميغد منا الحمد لله ديني أغدي يرنو ولئن شكرتم لأزيدنكم وأغدي فيك الأجر ولقد ارسلنا من قبلك رسلا دقي ربي سبحانه يريد ان يسلي النبي صلى الله عليه وسلم يعد فلس الحيف ذم قران يبغى يريحه يسليه يطمئنه ولقد ارسلنا من قبلك رسلا نشك قبلس الى قومهم فجاؤهم بالبينات الرسل كبند البينات الادله القاطعات فانتقمنا من الذين اجرموا ربي سبحانه يحورب في الأنبياء ربي سبحانه يعوقب وقاذني الذين أجرموا كفروا كفرا وخذ من الفساد ذي الدونيث وكنت سمكتي درسني عدان نهضرت في الفساد الفساد درسني عدان نفك التفاصيل فين يعني الفساد أما ذي العقول أما ذي الأخلاق أما ذي البر الجراث إلى آخره أما ذي البحور أما ذي الانفيرونمون البيئة ذي كل مكان إذا ربي ديننا نفك التفاصيل في موضوع ذاك إذا ربي سبحانه فانتقمنا من الذين أجرموا وكذا يخدمنا كل الجرائم في حق الأنبياء ربي سبحانه ينتقم سيسن يعقب ثن الدولة قبث الآخر قبث الآخر وكان حقا علينا نصر المؤمنين ربي فك العهد باللي أذي ينصر المؤمنين في كل آن أي ربي ندي الله يظن إن الله يدافع عن الذين آمنوا ربي تحارب في المؤمنين غير جعل ربي سيسن الله الذي يرسل الرياح ودينا الريح
لو كان دينا الريح كارثة ما ديني كلمة الريح المعنى يستواغيث ذا هدو زرا ما ظني يقلع عنا يسميس الطجور ولا ظني تهدوني خمان يتقلفني سميس الفافورات يا ديوين تسونامي ديال البحر وكادي تهول وين غي سميس الريح وين غي سميس الريح ولكن من يد ربي الرياح بالجمع في موضع الرحمه اي غربي عليه الصلاه والسلام من يكمث ولا ما ظو اظو يساد ذعث ربي اللهم اجعلها اجعله رياحا ولا تجعله ريحا معنى ربي في كاد اظو وراغي نفعا ماشي اظو وراغي ضرا ذاك ربي شو دينا إناد ولقد أرسلنا إناد الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا أثم شو دي ترسل هنا فيبسطه في السماء والله مشاك أثي السو كنت جينوان أم ثاظوت كيف يشاء أكنك في غربي ويجعله كسفا متقطع أحيانا نرى قطعا يعني أكوام متقطعة أسيقنا ذا أسيقنا ذا سلتو وين يركب الله في وكاد قني أما سي القاعة ما سي قني إساء عن شارم سبيسي الله يبارك أتسوالي ضمش ولا ظلا في يوم ما ذكش ما كني ماشي ذين يسهلن فيك ولا لما أتكث زنزلة قني إيه ضاضو سلتو ما يعمر خطر السحاب العامر بالماء يسمى الرباب إذا عرفت ماذا ولك من سعر من اسمي السراب فيك ولا تسوالي ضاضو ذا سيجنا أدي فكنا من فينا المولو دي جنتي الشاضة اسمي السراب مذوني تشورن ذا من اسمي الرباب من بعد شو دينا ربي سبحانه فطر الودق فطر الودق ما دامين الرياح صافي ديني لهنا دي الحون الودق معناه لهوى فطر الودق يخرج من خلاله أدي فغسو سيجناني فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ملميد ديفكار بالهواني عند دغلي الهوى فرح زهان ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين كانوا يائسين قانطين وإلى قار الأياس وإلى قار القنوط أكني فغيل الحال من المنولة أمن ولاش أنولي الحفن نكني أنولي نكني من زمر أنفدل أنثوف نكني منثوف ربي سبحانه يزمري كل شيء ربي ندي القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فانظر ولي مدغل أثر رحمة ربي الله أسوالي لاثر من الرحمة من ربي مدغلي لهوا أتفد الدونيث أتفرح الموت أتوغل تزيزاوث أدمغي الحشيش أفرح الحيوان الفرحان إلى الحشيش رتشم بسم الله ما شاء الله هذا فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ثموث القاعة ذين تكاو ولكن مدغلي ومان بسم الله ما شاء الله إن ذلك لمحيي الموتى ربما بعد اسمك ثيا غيدا دي قالوا لذي كنوي أتمثم إشارة إلى البعث أتمثم أكن دي حيا ربي ثمورث أكن دي حيو كنوي ذي لاخارث وين موثنا إساء القرن عشرة القرون غمية القرون أكن من لا أدنفغاك غيوم الحساب ذي نوم قرن يوم القيامة غزف لطول القيام لذلك سمي بيوم القيامة نسأل الله العفو والعافية بعد شرب ديننا وهو على كل شيء قدير اختماس وهو على كل شيء قدير معناه يزمري كلش الآية المسلم ثورة دي صورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولئن أرسلنا ريحا هذا ريحا هذا نينست ماذا من الريحا معناه تواغيث اغترجوا لو كان دينا اسمي دينا رياحا ذو الرحمه ذو الخير ذو الهوى ثورة دي قارة لا
ولئن ارسلنا ريحا في كل ساس دو افوني في كو دي 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 سي الصحراء اديويه كخيل الرمل من الصحراء عواصف رمليه وبعدين هذاك الرمل اللي يجيبوه للشمال حتى اللي يعيش بجوار البحر يجيه الرمل ومشمخ يعني دي ساكن يومس وثوالا اما ذي مذانين اما الطومبيلات اما القاعيه اما ذي خامن اما الباطمات الى اخره ولئن ارسلنا ريحا فراوه مصفرا يعطيك مصفرا دوراغ اوراغ النوار لظلوا من بعده يكفرون ولكن سبحان الله الانسان غريب الاطوار شو المعنى الايمان الايمان الى قبلنا دم ذي لي قرن استقبالي في التجره ولاش تاشيطا وريهوز واضو ولكن غاسل سيهوز واضو وتسيق العاره يكفي يكفي ديجا الله يبارك ذا ثورة نكني أغي هو زواضو بلا شك ثيلوفا الهموم المحنات ماشي ذيوث ولكن لا قرا ذي قام بنادم ما ربي فكاد له هو غادي لي فرح ماذا يعني النظن دغا ما يصلي ما يصوم ما يعشر ما والو انسى الحقيقة هذا نكوني كان أي نزرعين غلف على بالكم لو كان إمذان نسفغنا كل عشور واحد أسيل الرحمة يريم ذانا أربي سبحانه غدي فكسي والخير ميثيك والمين فغافريد لا شهر ولاش رمضان ولاش شين واش رمضان هذا ثورة لا نقول هذه هضر نتوما واش رمضان تقيم ما كورة الجوع الميزيري يا ولد كوني هضر ربي كوني هضر ربي خدمت الشغل ويا وين يفغانا ذي يخفر هذه يخفر كان إيمانيس مثل دي هذا ربي ذا يصر عادي للكفار عاشن 40 سنة ذا الكفار ميسمي دوغال نغر ذا الإسلام عادي يصر اسم ربي ربي ذا مصار مي غريف ضحي ماني سأل عجب قارن قبيل زيك ثوكسان السر ثوكسان السر ذيريت ولا من نغن الجيران غي ثامي أي غر ثوكسان السر أي غر ثوكسان السر ثوكسان السر ذيريت إلا وايك سنسر في من يصرف فياض ولا حول ولا قوة إلا بالله لذلك ربي سبحانه إنه شوكات سقمم كل شيء سهل الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي إن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رحمة ميرحم في يلاول ربا دينزل رحمة يسوى ثراك وكني ديوالي سيطن الرحمة الحديث يوم السلام حديث صحيح خرجه الإمام الترمذي رقم الحديث 1924 إلى الحديث سفغيد الإمام مسلم أف النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا نبي الرحمة الحديث وينك إنما أنا رحمة المهدات ذي الحديث وايض خرجه الإمام مسلم إنما أنا محمد هكذا يبدأ حديث طول شوية إلاد أنا محمد ذي ثيرة شو ديننا ونبي التوبة ونبي الرحمة ذي النبي التوبة يديو كتب وراه قر ثوفث أوين يا صن ربي أكني فغو يعصاف هذه الشهادة ذي ثوف ذا يتفر واحد هذه ثوف مدام دين سلم ريح وجار ذي عاوز الشهادة ماذا كافري وذي الشهادة يا هذه ثوف ونبي التوبة ونبي الرحمة وربنا دي سورة الزمر الآية 53 إن تقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا سيسترى لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أرجى آية في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في الآية 107 من سورة الأنبياء ربنا في الناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذ نجمعة الخير ما إلا نسعى الرحمة يرانا غيسهل في سيدي ربي كل شيء فلاس يسهل فإنك لا تسمع الموتى وقالني ذاين ختم الله ذاين الله غالب وقالني ربي ذا يتوانس في صلى الله عليه وسلم خطر يحزن على كل نفس تفلت منه إلى جهنم مرسين الفلاني يموت ذا كفري ويتغاضي في الحال إذا غادي قلنا ياس فإنك لا تسمع الموتى من يموت نهضر ناقيم يا اخي الناس الشاعر زيك
إنيس لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ما ينام الزغي سيسل ولكن سوري فغرادي سال يخدمك يخدم تشمس غير سميد وضانيس ما حبش يسمع الله غالب ذينا غينا صار بيث بض وما على الرسول إلا البلاغ زرعي تسمى ثمغي ثمغي مولا شجيث يا ربي ذايا إذا ولوا مدبرين سوغ المردفير سوغ يتشبثون بكفرهم بضلالهم ما إلا ذويا وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم أتظهر بي في كيسي زرين يريف غرذي والي إف كيسا مزوغري في غرذي السمحة سادي السل إف كيسا اللغي وريف غرذي السخدم يوالي يفهم أش تخدم ربي يسوى ما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم مزمان دابوض ضرب يديه الدون إنس إن تسمع إلا من يؤمن أنور أكيف كنت مزوف أكيف كغو أكيف كولي سلغيس المؤمن نغس يعصى ولكن يفغذي ثوف إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ويني قرني الآيث سيد ربي مرحبا إسلاس أنت فهمي ثنت قبلي ثنت آخر كلمين نت فهم مسلمون ذوي قذاقي ذي سلمان رجال ربي السيسان وربي نديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن شاء الله هذا رمضان مرفوح رمضان مبارك وفق ربي باش نستقبل رمضان قص الخير لهنا وإن شاء الله إن شاء الله ربي وكذا يوزم السانيس يأخذ من القيام ذي قض إن شاء الله وكذا يجتهد ندي الطاعات والعبادات في هذا الشهر الفضيل وكذا يموثنا كذا في اللسنية فوربي يموضانا ثنيش فوربي وكذا يسعن تزمر ثسني في كربي تزمر ثنزمورث جيغا ونثلويث أرثي من الإسلام ربي في اللون.